رجل غراب ما اقدرش انكر ان هو نقطه بدايه جديده لمحمد سليمان، بدايه ابتديت احس فيها بانه نوعيه الادوار هي اللي بتفجر الطاقه اللي جوايا، وده شيء انا كنت مفتقده جدا في الاعمال السابقه كلها تقريبا. فاقدر اقول انه من هنا وطالع باذن الله انا ببحث وبدور على ادوار اقدر فعلا اطلع فيها طاقتي الفنيه، لان هي دي الادوار اللي بتفرق وبتعلم مع الناس وبتعلم مع الفنان. الفيلم الخطه البديله انا بقدم فيه دور محامي، بس محامي غير سوي، وده برضو مهم جدا، منظور مهم لازم نبص عليه في الفيلم، لانه في ناس بتلعب بالقانون وده شيء مرفوض طبعا بالنسبه لنا، لكن ده نموذج موجود في المجتمع وضروري ان احنا نحس بيه ونشوف. فيلم الخطه البديله اخراج الاستاذ احمد عبد الباسط وبطوله النجم العالمي الاستاذ محمد خالد نبوي، ان شاء الله ممكن على اجازه السنه. لكل جمهور قناه اتفرج بقول لكم كل سنه وانتم طيبين، عام 2015 عام سعيد عليكم ان شاء الله، تحققوا فيه كل احلامكم ونحقق الامن والاستقرار لمصر ان شاء الله. شكرا.